السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتبعات هذا الانهيار على حياة المواطنين. شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية تراجعا حادا في قيمته أمام الدولار بالتزامن مع ارتفاع متصاعد في أسعار السلع الأساسية. الريال اليمني واصل انهياره أمام العملات الأجنبية مسجلا أدنى مستوى له، ولأول مرة تجاوزت قيمة الدولار الواحد 400 ريال في السوق السوداء، فيما بلغ سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي أكثر من 380 ريال في بلد يحتاج أبناؤه إلى 85% من المساعدات الإنسانية العاجلة بحسب تقديرات المنظمات الإنسانية الدولية. ما يزال الكثيرون يقبعون تحت خط الفقر، ووصلت المجاعة إلى حد لم يسبق له مثيل بحسب ذات التقديرات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وما هي الآثار المترتبة عن هذا التدهور. نشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. بشكل غير مسبوق تهاوى الريال اليمني أمام العملات الأجنبية متجاوزاً 400 ريال يمني للدولار الواحد، فيما بلغ سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي أكثر من 380 ريالاً. تعويم كان له انعكاسات عديدة على حياة المواطنين، وجعل سعر العملة تعيش تضارباً مستمراً، لتتحول الحرب بعد ذلك إلى مصدر رئيسي لكسب الأموال، وجعل العشرات من شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين لميليشيا الحوثي في صنعاء يتحكمون في سوق صرف العملة بعد أن حولتهم الأزمة إلى أثرياء. المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، بل زاد الوضع سوءاً بعد ظهور شركات الصرافة غير المرخصة، ليساهم ذلك مع الأوضاع المأساوية التي أنتجتها الحرب في دفع العملة المحلية إلى مزيد من فقدان قيمتها الفعلية وتدهور اقتصاد البلد. في ظل هذا التدهور قال اقتصاديون إن انهيار العملة سينعكس على المواطن الذي دائما ما يتحمل تبعات الآثار الاقتصادية، حيث أصبح أغلب المواطنين بلا دخل بعد انقطاع المرتبات لأكثر من عام وتسريح الآلاف من وظائفهم. بالإضافة إلى سبب الحرب والقتال المستمر في عدد من المحافظات، قال مراقبون أن هناك سببا آخرا لانهيار العملة تمثل في عدم الثقة بالعملة المحلية، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاحتفاظ بثرواتهم على شكل عملة أجنبية، ما تسبب بضغط آخر على طلب العملة الأجنبية، وجميعها أسباب أدت إلى انخفاض قيمة الريال مقابل ارتفاع في قيمة الدولار. لم يشمل هذا التهاوي الوضع في صنعاء فقط، فقد شهدت محلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن أيضاً إضراباً كلياً دعت إليه نقابة الصرافين، التي أكدت أن ذلك يأتي احتجاجاً على تدهور العملة، محملة الحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة. مجدداً تعيش العملة المحلية تقلبات انعكست على أسعار السلع والمواد الأساسية لاستمرار حياة المواطنين، فمن لم تصل إليه الحرب عسكرياً وصلت إليه أزماتها. إذن نستهل نقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من إسطنبول الباحث الاقتصادي سيد حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا بكم، شكرا للاستضافة. أهلا بك سيد حسام. بداية دعنا نسألك عن الأسباب العديدة التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة الصادرات. إذا ما تحدثنا عن أهم الأسباب فكيف يمكن تلخيصها؟ طبيعة الحال الأسباب كما ذكرت هي عديدة. السبب أن أسعار الصرف هي انعكاس طبيعة الحال للوضع الاقتصادي بشكل عام. في آخر البيانات التي قدمها صندوق النقد الدولي يقول بأن هناك انكماش في الناتج المحلي اليمني صل تقريبا إلى سالب 20%. هذا الوضع المخيف للإنتاج وللناتج المحلي بشكل عام ألقى بظلاله على الوضع المالي وعلى أسعار الصرف بطبيعة الحال. ولكن أن الحقيقة هناك أيضا أسباب أخرى، من أهمها الضعف يعني رقابة البنك المركزي وإسهامه في الحقيقة وقدرته أيضا في السيطرة على سوق الصرف. إضافة إلى ذلك طبعا المعلومات المعروفة مسبقا أن الاحتياطيات المالية تقريبا منتهية أو ضعيفة وقليلة جدا. هناك من ضمن الأسباب أيضا انتشار الصرافة غير المرخصة
كان في السابق أو قبل اندلاع الحرب يمنع فتح المحلات العادية للصرافة، وإنما فقط يقتصر الأمر على الشركات. الآن أصبح الموضوع مفتوحا بدون أي رقابة، هناك العشرات أو ربما أكثر من ذلك من المحلات الصرافة التي تحتجز الدولار وتقوم بالمضاربة فيه. ضف إلى ذلك أيضا سبب وجيه آخر، وهو الإصدار النقدي دون غطاء الذي يقوم به الحكومة بمبالغ مهولة. أيضا كل هذه الأسباب مجتمعة طبعا أثرت على سعر الصرف، إضافة إلى الضعف الاقتصادي نفسه، وقيمة أي عملة في طبيعة الحال هي تعكس قيمة وقوة هذا الاقتصاد. الريال اليمني في البداية انهار بعد انهيار الدولة نفسها، لأن قيمة العملة هي أيضا لديها قيمة معنوية من قيمة الدولة التي تمثلها والاقتصاد الذي يمثلها. فهذه هي الأسباب تقريبا مجتمعة التي أدت إلى ضعف أو إلى ظهور المشكلة في سعر الصرف. وضف إليها نقطة مهمة، وهي أيضا التوقعات العامة، الجو الاقتصادي السائد، لأنه نعرف في علم الاقتصاد بأن توقعات الأفراد والأخبار والمعلومات الجديدة تؤثر بطبيعة الحال على اتخاذ القرار، وبالتالي وجود أنباء عن إغلاق المنافذ يضعف من الثقة بالعملة الوطنية، ويجعل المواطنين يحاولون تخزين العملة بالريال أو عفواً ثرواتهم أو الأموال المتوفرة لديهم بالدولار، وهذا سيزيد يعني يخلق من الطلب في السوق، وبالتالي يؤدي إلى سيد حسام، كل الأسباب التي ذكرتها في ظل الواقع القائم ووضع الحكومة الحالي، وأيضا الواقع سواء يعني في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الانقلاب ومناطق الشرعية، هل هناك من حلول تساعد في الحفاظ على يعني قيمة العملة من خلال اتخاذ إجراءات معينة للحد من هذه الأسباب التي ذكرتها؟ نعم، هناك الكثير من الحلول، وإن كانت يعني ربما لن تؤدي إلى حل نهائي، وإنما ستساعد من التخفيف من هذه الأزمة. ربما يقع على رأسها في البداية أن تفعيل دور البنك المركزي، تفعيل فعلي على الواقع، عودة قيادة البنك المركزي ممارستها لمهامها. البنك المركزي الآن لا يمتلك رقابة حقيقية على السوق المالي والمصرفي، وليس هناك شبكة تواصل قائمة أو واضحة للتواصل مع البنوك المحلية، ولا توجد سيطرة للبنك المركزي يعني أو رقابة، لا نقول سيطرة إنما رقابة على المحلات الصرافة المنتشرة، سواء بالطبع يعني في المناطق المسيطر عليها الحوثيين أو المناطق الخاضعة للسيطرة الشرعية. إذن عودة البنك المركزي وممارسة المهام بشكل فعلي، هذه النقطة الأساسية الأولى. النقطة الأخرى أيضا محاولة البحث وحل العراقيل الخارجية التي تؤثر على البنك المركزي وعلى دورة، سواء كانت خارجية أو من أطراف محلية في الواقع. هناك حلول تضمنتها بعض التقارير الإعلامية، بأن هناك توجه لإنشاء ما يشبه الصندوق بنصف مليار دولار تقريبا، هذا يضمن الاعتمادات المستندية للبنوك التي تفتحها في الخارج، وهذا سيسهل على البنوك وعلى التجار في الداخل الحصول على الريال من أجل الاستيراد، والمهم أيضا لما يخص القمح، الأرز، حليب الأطفال، يعني يسهل على أساسية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. مثل هذه الحلول ممكن أن تحد إلى حد ما يعني من الوضع السيء الحقيقة، ولكن المهم هو طمأنة السوق أيضا. في حال أن البنك المركزي بقي بعيدا عن السوق ولم يقدم حتى على الأقل بيانات توضح ما المشكلة، فهذا يزيد من موجة التشاؤم لدى المواطنين، ويزيد أيضا من موجة التشاؤم لدى المؤسسات المالية العاملة بشكل عام، وبالتالي يعني يزيد الوضع سوءا. إذن تكرم بالبقاء معي سيد حسام، دعنا نشارك في النقاش معنا. سينضم إلينا من عدن الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي السيد محمد الجماعي. سيد محمد مساء الخير. أهلا يا مساء الأنوار. سيد محمد، أنت كصحفي اقتصادي كيف تتابع الآثار السلبية لتضخم العملة اليمنية على المستوى المحلي؟ نعم، الارتفاع ربما وصل إلى أو التدهور وصل إلى ما يقرب من 70 إلى 80% من قيمة العملة. نعم. إذا ما قسناها بعام 2015 250 ريال مقابل الدولار، وهي الآن يعني تجاوزت 400. في الحقيقة الجميع يعلم أن الحكومة لديها القدرة الكافية لإعادة يعني أسعار الدولار على ما هي عليه، في حال تم الاتفاق مع الإخوة في التحالف العربي على الإفراج قليلا عن بعض الأدوات الاقتصادية
مثل تصدير النفط ويعني لكي يكسر حاجز 100,000 برميل. وايضا الاهم من ذلك هو ما تسرب الى وسائل الاعلام عن وجود يعني وعود سعوديه بمبلغ كبير يتجاوز المليار دولار لضمان عدم تداور العمله، ولكي تستطيع الحكومه ان تفي بتعهداتها امام الخارج والداخل، وخاصه الداخل الذي يحتاج الى العمله وهو السبب الرئيسي في ارتفاع هذه العمله. وهناك اسباب اخرى موضوعيه واسباب مباشره وغير مباشره ادت الى يعني التلهف. لكن سيد محمد، هل يعتبر مسألة الدعم المقدم سواء من السعودية أو كمنح تقدم للحكومة أو ودائع حل لهذه المشكلة؟ هناك أسباب يضعها الكثير، من ضمنها انتشار محلات الصرافة الغير مرخصة، يعني هناك أسباب كثيرة. هل يعني إذا حصلت الحكومة على ودائع أو مبالغ من السعودية أو دول أخرى ستحل المشكلة بشكل عام؟ يا أخي، لماذا انتشرت محلات الصرافة؟ يعني من الطبيعي أو من يعني مستحيل أن الفقراء يتاجرون بالمال ويفتحون يعني أبواب شركات الصرافة وغيرها. الطلب انتشار شركات الصرافة له يعني سببان، أهمها أن البنوك أيضا ترخص عدد من كبير من الشركات الصرافة لكي تحصل على العملة الصعبة، لأنها في حالة من الاحتياج يعني تجعلها تلجا الى مثل هذه الاساليب، وهي اساليب طبعا ادينت من قبل الحكومه. وفي اجتماع رئيس الوزراء الاخير مع الصرافين والبنوك، نعم، قال لهم بالحرف الواحد، قال لهم قدمتم مصلحتكم يعني الخاصه على المصالح الوطنيه العليا، لكن ارجو ان تحدوا من هذا بطلب خاص وليس بالزام، لان الدوله ستلجا للالزام والالزام سيضر الجميع. هناك ايضا انتشار محلات الصرافة من قبل المضاربين بالعملة، وهذه مشكلة كبيرة جدا، من قبل الذين لديهم أموال كبيرة جدا تم نهبها من البنك المركزي ويتم بعد ذلك غسلها عن طريق الشركات الصرافة والمضاربة بالسواق. كان قرار التعويم مهم جدا في وقت كان الانقلابيون يستفيدون من أسعار صرف العملة. هذه إجراءات تستطيع الحكومة أن تحد منها، وكذلك حتى الحوثيون في صنعاء يستطيعون أن يحدون منها بحكومة الانقلابية الأقصد، تستطيع أن تقوم بعمل يوقف هذه المضاربة على يعني ولو إلى حد ما. لكن هل تستطيع الحكومة الآن أو الحوثيين، هل لديهم القدرة على القيام بذلك؟ لا. لكن البنك المركزي يعني الذي تديره الشرعية، هل لديه القدرة في ضبط هذه العملية أم أن هناك قصور في مهامه في مواجهة هذه المشكلة؟ يوم واحد يستطيع البنك فعل ذلك، يوم واحد وفي ليلة واحدة. نعم. وما المشكلة؟ ولنا تجربة سابقة عندما عاد الرئيس هادي من السعودية في آخر مرة إلى عدن، نعم، وكانت لديه وعود بملياري دولار كاحتياطي للبنك المركزي، ووعود قطرية في المقابل، ووعود بالإفراج عن الاحتياط النقدي للبنك المركزي في الخارج ب 700 مليون دولار. اجتمع البنك عندما صعد الدولار في ثلاثة أيام من 300 ريال إلى 400، وفي الليلة في ليلة واحدة عاد سعره إلى 300 ريال. الحكومة اجتمعت بالصرافين وقالت لهم لماذا ترفعون؟ قالوا نحن نريد عملة صعبة من السوق، نريد أن نغطي احتياجات التجار والمستوردين. قال البنك المركزي، قال لهم أنا الآن لدي الإمكانية لكي أقوم يعني بمنح حكومة المستنقع يعني الاعتمادات الخارجية. فعادت الأمور إلى طبيعتها، لكنها يعني عاودت من جديد بالارتفاع، لأن الوعود لم تتحقق، والبنك المركزي لا يملك العملة الصعبة، ومن أين سيملكها إذا كان لا يوجد هناك دعم خارجي، ولا يوجد أيضا يعني سماح بتصدير النفط. تصدير النفط هو يعني ربما في اليمن كدولة ريعية تعتمد على عائدات النفط هو المصدر الوحيد للعملة الصعبة، وكذلك المساعدات والمنح والقروض الخارجية. نعم. إذن سيد محمد ابقى معي، دعنا نذهب إلى ضيفنا الآخر سيد حسام السعيدي. سيد حسام، هناك أيضا من يضع أن المشكلة أيضا في مسألة تعويم العملة، الإجراء الذي قامت به إدارة البنك المركزي سبب في هذا التدهور، كيف تنظر إلى ذلك؟ تعويم سعر الصرف يعني هو كان انعكاس
لحالة العجز التي يعيشها البنك المركزي أمام المشاكل أو أمام التطورات في سوق أسعار الصرف. بالتالي هو كان فقط تحصيل حاصل، ولكن هو مشكلة القرار أنه كان لم يكن مصحوبا ب، يعني هو كان تعميما بالمطلق، وبالتالي جعل موجة التشاؤم تزداد وجعل هناك ضعف كبير في الثقة سواء في المؤسسات المصرفية أو سواء في البنك المركزي نفسه. هذا القرار بطبيعة الحال هو كان تحصيل حاصل لكنه سيء إلى حد ما، لأن البلد تعيش حرب، وكان يجب أو يتوقع المواطنون ويتوقع الباحثون وجميعنا أن يقوم البنك المركزي بدور في تخفيف العباء التي تنتج سواء عن وجود استغلال أو نتيجة للحالة الاقتصادية. بطبيعة الحال يعني هناك أثر سلبي لهذا القرار، وهو من جهة أيضا القرار كان يمكن، لأن هناك كان مستفيدين من وجود السعر السابق، وهناك ترتب عليه ديون أيضا وفوائد لم يستطع البنك المركزي دفعها، يعني هو كان تحصيل حاصل. ولكن المشكلة في أن تطلق اليد مباشرة ولا يكون هناك أي رقابة إضافية أخرى، كان يفترض أن يكون هناك أيضا يعني يشبه التعميم تخفيض قيمة العملة، ولكن يبقى هناك أيضا رقابة بعدية إلى حد ما يعني أو ضمن حدود معينة، كان لابد من وجود هذا الأمر، لكن مع الأسف لم يحدث، وهذا يعكس الفشل سواء في تحصيل إرادة الدولة وإيداعها في البنك المركزي. البنك المركزي في عدن ربما لا يتحصل إلا على بعض الأموال القادمة من عدن، سواء الأموال طبعا في الداخل، الإيرادات العامة وإيرادات الدولة، وأيضا بالنسبة للخارج التصدير والحصول على أموال بشكل عام فيها محدودة، وبالتالي هناك فشل إداري في إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، وأيضا بطبيعة الحال هناك فشل حكومي في ما يخص الموارد المالية. سيد حسام، إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العوامل على المواطنين، وما هي التبعات؟ التبعات كانت مباشرة مع الأسف، يعني بداية بارتفاع الأسعار، وهذا الأمر طبعا معروف أن انخفاض العملة مع ثبات المرتبات يعني ارتفاع في أسعار، أو عفوا ارتفاع في الأسعار العامة في المستوى العام للأسعار، أو ارتفاع في معدل التضخم، هذا يضعف القوة الشرائية للمواطن الذي أصلا لم يستطع أو لم يعد بإمكانه الحصول على مرتباته وهي الحد الأدنى، وبالتالي تصبح القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة، وبالتالي هذا الأمر يؤثر على سلوكه الاستهلاكي ومدى قدرة المواطن على الحصول على المواد الأساسية التي يفترض أن يحصل عليها. الأمر بطبيعة الحال مثلا بأبسط صورة أن سعر كيس القمح الذي كان يحصل عليه المواطن ب 7000 إلى 7500 سيرتفع مثلا إلى 8000 أو إلى 8500 ريال. هذا الأمر يتطلب دخل إضافي مثلا لمحدودية الدخل الذي كانوا واضعين أو موازنة محددة أو على حد الكفاف، الآن سيصبح هناك صعوبة كبيرة في تلبية المتطلبات الأساسية والاحتياجات الأساسية مع ارتفاع معدل التضخم بشكل يعني تقريبا مستمر وانهيار العملة المحلية، وبالتالي هناك الضغط أيضا، زيادة الضغط أو على الإعالة الاقتصادية، وما يخص أيضا يعني يصبح هناك ضغط كثيف على أرباب الأسر في توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم، وهذا الأمر سيء بطبيعة. نعم، ابقى معي سيد حسام. سيد محمد، هنا البعض تحدث أيضا عن أن قرار التعويم هو من أبرز المشاكل التي تسببت في انهيار العملة، كيف ترى هذا الطرح؟ لا لا، أنا لست مع هذا الرأي منذ بدأ قرار التعويم، بل أعتقد أنه جاء متأخرا جدا، لأنه كانت هناك ضغوط من يعني جهة مؤسسات التمويل الخارجية أن يتم قرار يعني قرار التعويم. لا تستطيع الدولة، وهي ليس لا تمتلك دولارات أخي، على عملة صعبة يعني أن تثبت سعر العملة. لماذا إذا تستمر بالتثبيت؟ كيف تثبت الأسعار وإلا ليس لديها ما تضخه للسوق؟ هذا يعني الذي يتحدث عن التعويم بهذه الطريقة، كما لو أن الحكومة في وضع مستقر وهي لديها القدرة على ضخ أموال إلى السوق لإعادة التوازن إلى العملات في السوق. إذن هو اعتراف بالأمر الواقع، ونحن جميعا نعرف أن الدولار لم يرتفع عقب قرار التعويم، لم يكن له أي أثر ولا حتى 5%، ارتفع الآن لأسباب موضوعية في النزاهة الخبراء الاقتصادية وتحدث عنها، يتحدث عنها ايضا الحكومه وتكلم عنها رئيس الوزراء. وقال ان يعني هناك اسباب موضوعيه لارتفاع الدولار غير وموسميه ايضا،
وليس يعني وتعرف ان الدولار الان طالما وهو معوض فهو يعني معروض في السوق بحسب الاحتياج سواء عرض او طلب، وبالتالي هو يرتفع يوما وينقص يوما اخر. نعم. لكن هذا الارتفاع سيستمر في حال لم تدعم الخزينه العامه للدوله. نعم. باموال وعمله صعبه من الخارج، وهذا ما نؤمل عليه من الاشقاء ومن حركه الحكومه ايضا. نعم. بشكل اكبر. نعم سيد محمد، اجراءات التحالف الاخيره باغلاق المنافذ البريه والجويه والبحريه، هل لها ايضا تاثير في تعزيز هذا الانهيار؟ بالتاكيد هذه ستؤدي الى يعني كانت الحكومه قد فعلا عززت ايراداتها من خلال المنافذ، وحديث الحكومه بشان هذا الموضوع واضح وبشفافيه، انه لدينا مصادر نفطيه قليله لا تتجاوز 30,000 برميل مثلا من بترومسيلة في حضرموت، القطاع الشرقي المهم والرافد للبلد، وبعد نعم. ذلك هي المنافذ، مطارات وموانئ وانضمام تعز في الاونه الاخيره، وشو يعني واعتقد دخول شبوه خط الانتاج النفطي هذا ايضا له يعني يكون له اثر كبير في دعم ايرادات الحكومه. ان تغلق المنافذ الان معنى ذلك انك يعني تضيق الخناق اكثر على هذا، واعتقد ان لقاء الرئيس امس لسمو الامير محمد بن سلمان حول هذه المواضيع وستكون لها اولويه بسبب انها ستؤثر بشكل مباشر. نعم. على المواطنين وعلى حركه الناس. نعم، اليوم من يتحمل بنظركم مسؤوليه هذا التدهور المستمر للعمله الوطنيه؟ انا لا يوجد سواء في نظر اي محلل أو متابع دقيق أن هذا التدهور سببه صنعاء ومن يحكم صنعاء الآن. الآن بصورة مباشرة مضاربة بالعملة، تمرد مركزي صنعاء على المركزي الرئيسي في عدن، عدم دمج إيرادات الحديدة وإرسالها إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي سواء في الحديدة أو في عدن أو في غيرها، السطو والاستيلاء على مقدرات وإيرادات الدولة العائدة من غير الجمركية وغير الضريبية وغير النفطية مثل واردات الاتصالات، عفوا هي إيرادات أيضا يعني ضريبية. نعم. مثل الاتصالات والواجبات أيضا والزكوات والكبايات التي تقوم بها في كل مكان في كل مرفق في الدولة في صنعاء وفي غيرها، هذه يعني 50% مصادر الدولة الإيرادية يسيطر عليها الانقلابيون ولا يضخونها لحساب الحكومة. الحكومة تستنفذ ما يعني تحصل عليه من أموال ومن إيرادات لدفع رواتب 10 محافظات بشكل منتظم في القطاع المدني وبعثات الدبلوماسية في الخارج والطلاب المبتعثين وغيرها. هناك عبء كبير على الحكومة مقابل إيراد جدا لا يستطيع أن يخلو بوضع توازن في العملات داخل البلد. نعم، إذا وضحت الصورة. الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي سيد محمد الجماعي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال أخير لضيفي حسام السعيدي الباحث الاقتصادي معنا من اسطنبول. سيد حسام، يعني باعتقادك ماذا يمكن للحكومة الشرعية القيام به لتجاوز هذه الأزمة؟ حقيقة الحديث عن الحلول كما ذكرت سابقا وكما ذكر الأخ الضيف من عدن هي يجب أن تكون هناك حزمة من الإجراءات. الإجراءات ليست فقط ما يخص الحكومة ولكن أيضا بشكل موازي ما يخص البنك المركزي. بالنسبة للحكومة، أولا لابد على الحكومة ألا تركن إلى الأموال، إصدار الأموال أو إصدار النقود الجديدة بدون غطاء، لأن هذا سيخلق من الجهة المقابلة مشاكل كثيرة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وإحداث يعني ضجة ونقم في الشارع. وإنما يجب البحث عن مصادر حقيقية للإيرادات، تفعيل السلة الضريبية، محاولة إعادة تشغيل المؤسسات القطاع العام، يعني إلى حد ما الإرادة الجمركية وإلى آخره، التصدير وإعادة التصدير سواء الموارد السيادية أو غيرها. هذه الحزمة. نعم. من الإجراءات أيضا الارتكان على الحصول على ودائع خارجية أو هبات يعني ليست الحل طالما هناك جذور للمشكلة لم يتم حل حالتها. نعم. نعم بالضبط، يعني يجب أولا أن يتم
ربط الأحزمة في الداخل، يعني البحث عن الحلول في الداخل، ثم بعد ذلك تكون المنح والمساعدات مكمل. في حقيقة الأمر وجود المساعدات أدى إلى، يعني نستطيع أن نقول هناك حالة رخوة في عملية جمع الموارد. نتحدث عن محافظات كثيرة لا تصل مواردها إلى خزينة الدولة، كثير من المحافظات سواء المحررة وبالطبع إلى جانب المحافظات غير المحررة، وبالتالي لابد من إعادة الضبط لبوصلة الإيرادات العامة ومحاولة الحصول على هذه الإيرادات، وأيضا الضغط بدبلوماسية معينة للحصول على إيرادات. نعم. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية لابد من تفعيل البنك المركزي بشكل جيد. هناك أنباء عن وجود كادر يتم تدريبه عن طريق مؤسسة النقد السعودية، ولا أملك يعني تأكيد لهذه المعلومة، ولكن يجب التسريع في هذا العمل بوجود كادر مؤهل في عدن يستطيع إدارة العملية المصرفية أو السياسة النقدية بشكل عام. أيضا وجود روابط قوية بين البنك المركزي وبين البنوك. نعم. محاولة إيجاد حل لموضوع الاعتمادات المستندية في الخارج، هذا أمر مهم جدا لأنه يمنع توجه التجار إلى الصرافين، وبالتالي المضاربة في الأسواق ومحاولة الحصول على الدولار في السوق. هذه ربما العوامل المجتمعة قد تساهم في التخفيف من المشكلة، ربما يعود سعر الدولار إلى مستويات أدنى، ولكن بطبيعة الحال سيبقى عبر الزمن يرتفع بشكل تدريجي لأن المشكلة هي مشكلة عامة، مشكلة إنتاج بشكل عام. نعم. لكن على الأقل هذه القفزات السريعة الغير مبررة اقتصاديا ستختفي في حال تم تفعيل دور الحكومة ودور البنك المركزي. نعم. ستختفي هذه القفزات في الأسعار الغير المبررة. نعم. إذن وضحت الصورة سيد حسام السعيدي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا بهذا القدر إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. لا أنسى أن أشكر أيضا الصحفي الخبير في الشأن أو المختص في الشأن الاقتصادي سيد محمد الجماعي، كان معنا من عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.